الحرب الأخيرة من حد ما صار من الطيارات والشظايا يخشن علينا لمن مرق الدب مرق الدبابات دغري صفوا الدور بالقذايف صفوا الدور دغري من هاد ما صفوا الدور نمنا ليلة السواد بعد عنك ايش على الدرج ايش يعني ايش يعني ايش يعني والله جايف البنت دغري رصاصة على القلب هذا جينا على الدار لقينا الدار معدومة بعد عنك بيجي 45 نفر في قلب الدار بالدار بالسيارة بالكبشات بالبص بالغنم بالكله كله 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 راح الواحد مضى حياته وهو يحط حجر على حجر على حجر حجر لما نتريح يبني ويخلص ونتريح أنا كل سنة والله بضحي الحمد لله والله عجول بجيب والله وخرفان بذبح وبضحي وبطعم الناس كلها بس السنة تغشي من الحال كله راح راح تحت الردم تحت المزارع الدمر والجاج الدمر كله الله يخلف عليهم والله يخلف عليهم إن فقدونا كمان في الأضاحي فقدونا إن شاء الله بقول لك كمان للأعمار كمان غزة الأعمار غزة للبنيان كمان